الآن يسرني أن أدعو معالي دكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا ليلقي كلمته. معاليك تفضل. شكرا جزيلا معالي غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، معالي رؤساء الدول والحكومات، معالي السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي يوسف محمد رائد منطقة التجارة الحرة الأفريقية ورئيس السابق لدولة النيجر، السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والوزراء الموقرون، والسيد جورو الرئيس والسيد جونسون ساكادا حاكم مدينة نيروبي وأعضاء البرلمان الموقرون والسيدة والسيدة. يسرني ويشرفني أن أحظى بهذه الفرصة لأرحب بكم جميعا في مدينة نيروبي في كينيا. إن الفرصة لاستضافة هذه القمة وزيارتكم إلى بلادنا تشرفنا وتشرف أمتي للغاية. أرحب بكم جميعا، معاليكم، معالي السادة الوزراء والأصدقاء من مختلف أرجاء القارة، مرحبا بكم جميعا في كينيا. دعوني فقط أعطيكم نصيحة أو اثنين بشأن كينيا. أولا، في مدينة نيروبي، إنها مدينة تتمتع بجانب أخضر وحديقة وطنية في المدينة. في هذه الحديقة الوطنية التي تبعد 10 أو 15 دقيقة عن مكان إقامتكم يوجد بها أسود وكذلك أيضا أسوار، ولكن أحيانا كما تعلمون فإن الحيوانات البرية عادة ما تهرب من الأسوار، لذا إذا ما تسنى لكم الوقت للتمشية في مدينة نيروبي وقابلتم أسد أمامكم احذروا ذلك لأنهم حقا مفترسون، حاول إبقائهم داخل الأقفاص في الواقع. ثانيا، دعوني أرحب بكم في نيروبي في كينيا وأقدم لكم بعض المعلومات التي قالها العلماء وأنا واحد منهم، وأثبتوا هو أن أحد آخر أقدم بقايا إنسان كانت في كينيا. إذن هنا أصل النوع البشري وهنا بدأت الإنسانية، وبما أنكم هنا وتشعرون أنكم مرحبون في بيتكم فلأنكم حقا في موطنكم الأصلي، هذا هو منشأكم. وأود أن أعرب عن التزامي، نحن في كشعب كينيا لدينا محمية وطنية ونرحب أيضا بأي شخص يأتي إلى بلادنا، لذا في المرة المقبلة التي تأتون فيها إلى نيروبي ربما لن تحتاجوا إلى فيزا أو تأشيرا. معالي السيدة والسادة، إن نظرا لهذه الأهمية الكبرى لهذه القمة، لقد وضعنا شعارا هنا هو أن نقوم بالتحول، فباعتبارنا مجموعة إقليمية عملنا بجهد لتنفيذ هذه الأجندة القارية. هذا الالتزام نابعا من قرار لوضع إطارا مناسبا
لدعم الجهود المختلفة للنهوض بالمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات المختلفة الإقليمية، وهي تعتبر جزء من النظام الإيكولوجي للاتحاد الأفريقي، والذي نتج عنه أنشطة مختلفة وتنوع في أجندة الاتحاد الأفريقي وزيادة القدرة أو الطاقة الخاصة بمفوضيات الاتحاد الأفريقي والتكامل وجهود الخاصة بالتكامل الأفريقي، وأن الاتحاد الأفريقي كان التزامه صادقا ومتبوعا بإرادة سياسية وتنفيذ استراتيجي مركز. نحن قارة منشغلة وستبلغ أماكن رائعة، إنها القارة المستقبلية الخضراء، ونحن عازمون على قيادة هذه القارة باعتبارها مساهم ممكن لحل المشكلات العالمية. نحن نتحد معا لنضع حلولا فعالة معا وننفذها معا أيضا ونواجه تحدياتنا أيضا ونحن متحدين معا لكي نحرز تقدما ونحصل على النتائج. هذا هو ما جمع الأفريقيين والقادة المسؤولين عن التنفيذ معا إلى نيروبي، وذلك وفقا لأجندة الاجتماع النصفي التنسيقي الخامس. ولهذا السبب أود أن أحييكم جميعا هنا اليوم، ليس فقط لتخصيص وقت للمجيء إلى هنا، بل أيضا للعمل الذي تبذلونه لإحراز تقدم في العمل الأفريقي المشترك، وهذا هو ما تدور حوله أجندة التكامل. نحن نتحدث عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية أو الآليات الإقليمية أو الجهد القاري لتوحيد الشعب الأفريقي، وهو هدفنا الأساسي. وأنا أثني على معالي السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات بالشكل فعال، والتي جعلت النباد يحقق إنجازات رائعة في خاصة بأجندة 2063 فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري. وأيضا أريد أن أشكر السيد الرئيس السيسي لنجاحه في استضافة قمة المناخ 27 الخاصة بالميثاق المناخي التابع للأمم المتحدة في شرم الشيخ في شهر نوفمبر من العام الماضي. وقد كان هذا الكوب أو قمة المناخ التي عرضت إلى العالم صوتا موحدا أفريقيا مثمرا، وساهمت أيضا في حل أكبر تحدي وجودي يواجه الإنسانية، ألا وهو التغير المناخي. وأحيي بامتنان الرئيس علي بونغو رئيس جمهورية الجابون بصفته كرئيس المجموعة الاقتصادية الإقليمية لدول وسط أفريقيا لجهوده في قيادة التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية تحت مبادرة تعاون المجموعات الإقليمية التي نتج عنها إحراز المجموعات الاقتصادية الإقليمية لغرب أفريقيا لتقدم كبير في التعاون الأمن البحري. أيضا أود أن أشكر الرئيس إسماعيل عمر جوليد رئيس جمهورية جيبوتي الذي رأس لجنة التنمية، وعلى قيادته لإحراز تقدم في وصول قرار متفق في أثيوبيا. والآن الأنشطة التي اطلعنا بها جميعا لضمان أن السودان تعود إلى وضعها الطبيعي وتأخذ مكانها باعتبارها دولة مستقرة وآمنة في قارتنا. بالإضافة إلى ذلك أريد أن أثني على العمل الرائع الذي حقق تقدما في جميع المشروعات والمبادرات المستمرة التي تمت في العديد من المجالات، ولا سيما في المجموعات الاقتصادية الإقليمية لغرب أفريقيا الأفريقية تحت رئاسة السيد بولا أحمد
رئيس جمهورية نيجيريا والسوق المشتركة في غرب أفريقيا الذي يقوده رئيس جمهورية زامبيا، والصادق أيضا التي يرأسها السيد فيليكس أنطونيو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأيضا مجموعة الساحل ودول جنوب الصحراء تحت قيادة معالي السيد رئيس دولة بنين بارتيس تالون، والوحدة العربية للمغرب العربي الذي قاده السيد بكوش رئيس تونس، وأيضا شرق أفريقيا تحت قيادة رئيس بوروندي. أريد أيضا أن أقرر بالعمل الرائع الذي قامت به مفوضية الاتحاد الأفريقي تحت قيادة معالي السيد موسى فقيه محمد. لقد كانت هذه القمة ممكنة وتحققت بفضل قيادته. إن مجموعات الاقتصادية الإقليمية وقصص نجاحها تبين لنا أنه بلا شك أن هناك عمل رائع تم في القارة، وفي هذا الوقت فإن القيادة الأفريقية توضح أو تبين التركيز والعزم على إدارة وحل التحديات القائمة، وبالإضافة أيضا إلى تقديم حلول رائعة للكوارث المستقبلية. وبهذا الالتزام نحن نثق في أننا سنحقق التنمية المستدامة والرخاء، ونتوقع بأن أجندة 2063 تسير الآن في مسارها الطبيعي. إن أفضل علامة على أن التكامل الأفريقي لا يتوقف ويفتح الباب أمام تحول اقتصادي اجتماعي غير مسبوق، ألا وهو التقدم الذي قمنا به في منطقة التجارة الحرة الأفريقية. علينا أن نفخر جميعا بهذا المشروع الكبير والإنجاز التاريخي الذي قمنا به بأنفسنا ولأنفسنا، والذي ستزدهر أو ستؤثر نتائجه الإيجابية على العالم بأكمله. أنا لا أبالغ، لكننا ننظر إلى حقيقة الأمور، إن هذه الآلية وحدها جمعت أكبر منطقة تجارية في العالم، حيث اتحدت 55 دولة لخلق سوق مشتركة بقيمة تصل إلى تريليونات الدولارات. إن هذه المنطقة الحرة من شأنها أن تخرج ما يزيد عن 30 مليون شخصا من الفقر المدقع، وتحقق أرباح تقدر بمليارات الدولارات. إن هذا هو عظم ما يتحقق عن العمل الجماعي أو المشترك الأفريقي. إن التقدم الذي أحرزناه من خلال التعاون مع بشكل غير مسبوق في مختلف المجالات، والأمن والسلام والتكامل والتجارة والتغير المناخي، كان يعد تحولا كبيرا لنا جميعا. إن أجندة 2063 هي المخطط الذي سنسير عليه لتحقيق الرؤية الأفريقية المشتركة، لتحقيق أفريقيا المتكاملة والمزدهرة التي يقودها مواطنيها، ممثلة قوة ديناميكية في الساحة الدولية. ولهذا أصبح الآن الأمر مهما أكثر مما مضى أن نستمر في العمل الجماعي والإرادة والوحدة والتكامل من أجل الوفاء بعملنا، وأن نجعل أفريقيا قوة عالمية كبيرة من شأنها قيادة العالم نحو عصر صناعي جديد، في نحو عصر من التنمية الاقتصادية والعمل المناخي الفعال. علينا أيضا لهذا السبب أن نعزز جميع الإصلاحات المؤسسية داخل الاتحاد الأفريقي
لمزيد من القدرات التي يمكنها أن تحقق التحول الأفريقي. ولهذا اليوم سيدتها السادة مهم للغاية، ولا يمكننا أن نغفل عن أهمية التخطيط الرائع داخل الاتحاد الأفريقي. إن ما يزيد عن 60% من ميزانيات برامجنا يمولها الشركاء، والمتطلبات التي الناتجة عن التحديات تجعل الاتحاد الأفريقي مضطرا لإجراء العديد من التدخلات، وعليه حشد المزيد من الموارد. إن الحركة الأفريقية الشاملة دائما معنية بسيادة المؤسسات، بالإضافة إلى الاستقلال المبالغ فيه، فإنه لا يتفق مع الطموحات. ولهذا أؤمن أن علينا أن نأخذ بجدية التوصيات التي تم وضعها لكي تكون نحو المؤسسات التي نمولها أو يمولها الشركاء. ولذلك علينا أن نحرز تقدما في استكشاف ووضع وتنفيذ حلول مثل قرار كيجالي الصادر عام 2016. وبالمثل، قد تريدون معرفة أن هذا القرار تم تنفيذه من قبل 17 دولة، وعلينا أن نقنع جميع الأشقاء والشقيقات في البلدان الأخرى ليشاركوا معنا، لكي نتمكن من القيام من تولي مسؤولية تمويل مؤسستنا. لقد حان وقت تحرير الاتحاد الأفريقي من العوائق الهيكلية والمؤسسية بما في ذلك التكرار وعدم الفعالية، لكي يتحقق الفعالية على مستوى أكبر. وفي البداية علينا أن نحدد الأدوار والمهام لمختلف المؤسسات. إن التنسيق الإداري والمهمة التنفيذية للمفوضية، بالإضافة إلى الوظيفة أو المهمة التشريعية، هي مهمة أساسية، فإنها تحقق المسؤولية نحو السياسات. وكل ذلك يجب أن ينعكس بشكل أوضح على الهيكلة الإقليمية. أتمنى بل آمل أن الزملاء والسيدات والسادة أن نتخذ القرار الصحيح أخيرا، ونبني مؤسسة تلائم الغرض المرجو منها، وتستطيع أن تمول نفسها، وتوفر الأصوات المطلوبة، وأيضا القيادة التي تعكس موقف أفريقيا بوضوح أكثر وبصوت أعلى، لكي نتبوأ مكانتنا بين الأمم. إن قمة المناخ 27 كانت نقطة تحول، لأنها جعلت في أفريقيا أمرا أساسيا أن ندرك الأطر العالمية والثنائية، وأهمية أن نعكس دورا جديدا وصوتا جديدا لتحديد إسهام أفريقيا في المجتمع الدولي وفي العمل من أجل المناخ. وبما أننا نفكر أو نرى ما قام به الرئيس السيسي في قمة المناخ 27 من أجل تسهيل توفير منظور أفريقي جديد نحو العمل المناخي، علينا أيضا أن نقوم بعمل أفضل في قمم المناخ القادمة، ولا سيما قمة 28، بأن نتخذ موقفا أكثر قوة ونهجا عالميا في التعامل مع أزمة المناخ. ولهذا السبب من المهم بالنسبة إلينا أن نعي اهتماما خاصا نحو قمة أفريقيا المناخية الأولى من نوعها في قارتنا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، والتي ستعقد هنا في نيروبي بين 4 و 6 سبتمبر. إن هذه القمة تأتي بعد قمة سبتمبر باريس، التي يحدث فيها توضيحا للعديد من الأمور، وهذا سيمكننا من تسريع
تحول الطاقة وتقديم حلول أفريقية في القمة 28 في دبي بالإمارات. وعندما نعود إلى نيروبي في سبتمبر، سيكون مهمتنا الأولى والأخيرة هو حشد والالتفاف حول موقف واحد، وأن نناصر موائمة عالمية وأيضا ووضع أجندة يمولها اتفاقية التمويل من أجل المناخ. علينا أيضا أن نحقق مشاركة قوية في قمة أفريقيا المناخية. سيدات والسادة، بما أننا نتحدث عن هذه القمة، فهنالك أمرين مهمين علينا أن نوائمهم كقارة. علينا أن نوحد مواقفنا الجماعية. يجب أن يتوفر لدينا موقفا جماعيا في جميع الأمور، ولا سيما الدين في الديون، وأنه حان الوقت لآلية تمويلية جديدة. فإن إصلاح البنوك الدولية لا يتعلق ب إذا ما كان سيحدث ذلك أم لا، بل إنه سيحدث، ولكن الأمر يتعلق بمتى سيحدث لكي نزيل الهياكل الحالية التي تتسم بعدم العدالة للأشخاص في جنوب العالم، ولا سيما في قارتنا. حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة بنفسه قال أن قارتنا تدفع في أي مكان ما يصل إلى مبلغ أكثر بثماني مرات عما يدفعه الأشقاء والشقيقات في أي مكان آخر. من العدل أن يكون لدينا آلية تمويلية تعامل الجميع بتساو. لقد قرأنا جميعا عن رواية مزرعة الحيوانات، حيث يكون هنالك بعض الشخصيات أكثر امتيازا من الآخرين. فإن موقفنا هو أننا لن نعيش في مزرعة الحيوانات تلك، بل علينا أن نعامل بعضنا البعض بشكل متساو، ومن قبل نظام تمويلي يعاملنا بشكل متساوي. نحن لا نطلب نظاما تمويلي يحابي لنا، بل نظاما تمويلي عادلا للجميع. إن جزء من التحديات التي تواجهنا هي السيولة، وجزء منها هي عبء الديون، والذي تسببت فيه هياكل تمويلية غير عادلة، والتي تجعلنا ندفع فائدة أكثر من الآخرين. اليوم لدينا تراكم ديني قيمته 640 تريليون دولار. نحن ندفع ما يقارب 70 مليار دولار سنويا. إذا ما كان هنالك هيكلة تمويلية عادلة تعامل الجميع بعدل، ولا تصنف أفريقيا على أنها خطر، لكنا ندفع نصف ما ندفعه اليوم في سداد الديون. إذن نحن بكل بساطة نطلب أن يكون لدينا محادثة صادقة خاصة بتشكيل نظام تمويلي أكثر عدالة، وهذا هو دور البنوك التمويلية التنموية العالمية. نحن تخلفنا عن الركب. في التنمية الصناعية القائمة على الوقود الأحفوري، ولكنها حكمة الرب الذي وضع أفريقيا في منتصف العالم. فإن التغير المناخي هو أزمة وجودية تواجه الإنسانية جمعاء، ولكن أيضا لدينا طاقة خضراء، والتي ما يعني أن لدينا طاقة متجددة وكمية وفيرة، وهذا يجعل أمامنا التحرك قدما نحو المستقبل أمرا أساسيا، ويجعلنا أيضا في منتصف ووسط حلول أزمة المناخ. ولهذا أيضا
السبب الذي جئنا به إلى نيروبي، لأن بالإضافة إلى الكمية والمخزون الوفير من الطاقة المتجددة لدينا أيضا إمكانيات هائلة ومعادن وأكبر مخزون في العالم يمكن استخدامه للتنمية القائمة على الطاقة الخضراء. لدينا أكبر مخزون من الأراضي القابلة للزراعة ولم تزرع، وبالعمل مع أشقائنا يمكننا أن نزيد اخضرار القارة بنسبة 100% بل و200%. لدينا أكثر مجموعة سكانية شابة وأكثر قوة عاملة شابة في قارتنا. السيدات والسادة، لدينا المطلوب لكي نقدم حلولا أخذ التحضر والصناعة، وأن نأخذ بيد العالم نحو الصناعة الخضراء وتقليل نسبة الكربون في العالم. هذين هما الأمرين الذي يجب أن نركز علينا عليهما انتباهنا، وأن نضع موقفا ملائما لقارتنا. لذلك قلنا أنه يجب أن يكون لدينا مؤسسات تلائم الغرض المرجو منها، وأن نمول أنفسنا. نحن نعلم جميعا أن من يسدد أو يدفع المال هو من يضع الشروط. عندما نعود إلى نيروبي في سبتمبر، سيكون علينا أن نحشد موقفا موحدا ونناصر المؤامرة العالمية ما يضع أفريقيا في قلب العالم. أود أن أستغل هذه الفرصة أثني على المساهمة الرائعة التي قامت بها مفوضية الاتحاد الأفريقي في جميع الترتيبات والقيام بما هو مطلوب من أجل إعادة قمة ناجحة. وبفضل هذه الشراكة مع المفوضية حققنا تقدما لفاعلية ستقدم لقارتنا منصة يمكن من خلالها إطلاق أجندتها في المسار العالمي. وأنا على ثقة بأن هذه القمة ستكون ناجحة في تحقيق جميع أهدافها. أتمنى لنا جميعا مداولات ناجحة في مراجعة التقارير. تمتعوا بوقتكم في كينيا، وشكرا لكم.